صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الفل على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة. ما زالت أصداء القرارات الإيجابية اللي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة اللي ربما لأول مرة بتوصل لألف جنيه، المعاشات اللي وصلت ل 15% من قيمة المعاش، قيمة معاش تكافل وكرامة اللي كلهم ربما بيمثلوا فوق حاجة و30 مليون مواطن مصري، شوف بقى معاهم قد ايه ايضا قطاعات تانية متعلقة بيهم. ما زال كل هذا الامر واخد اهتمام كبير جدا من جانب المصريين. ربما هناك اشادة من جانب المواطنين في الشارع المصري بهذه القرارات اللي بتأكد قوة الدولة المصرية، قدرتها على مواجهة التحديات، قدرتها على تحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين في ظرف استثنائي صعب بيمر على العالم كله. زي ما انت قلت يعني مفيش شك القرارات دي هتبقى طبعا زيادة الدخل للموظفين والمعاشات ومستحقي تكافل وكرامة، هتساعد اكيد المواطنين ان يكون في مواجهة لأعباء الحياة والتحديات اللي بتواجه العالم في الوقت الحالي، وده نتيجة الأزمات اللي ورا بعض بتحصل في العالم كله ومنها اتسببت في ارتفاع الأسعار، خصوصا ان حزمة القرارات دي جاية عشان تكمل سياسات الدولة المصرية اللي بتستهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري بالأخص لمحدودي الدخل. يمكن الحكومة المصرية عندها وعي باللي بيحصل في الأسواق المصرية وعندها وعي على الأعباء اللي بيتحملها المواطن، عشان كده النهاردة حزمة الإجراءات دي بتيجي في أوقات يمكن قبل ما عاد. احنا بنتكلم على يمكن نوفمبر اللي فات حصل يعني زيادات في المعاشات، والنهاردة قبل شهر 7 بيحصل كمان زيادات مرة تانية في المعاشات. الحكومة عندها وعي أن كل شوية بيحصل فيه ارتفاع في الأسعار، بالتالي الحكومة موجودة لمواجهة هذه الارتفاعات، ومرة تانية أنه بيساعد المواطن أنه يعني يتحمل، أنه ما يبقاش بتحمل لوحده أعباء الحياة. ما نقدرش برضو نغفل المبادرات زي مبادرة مثلا كلنا واحد اللي حصل في الشارع، مبادرات اللي الدولة بتعملها علشان تنزل الأسعار في اهم المنتجات السلعيه، وخصوصا احنا الشوادر اللي معموله بالظبط، احنا مقبلين على شهر رمضان. فانا عايز اقول ان الدوله بتشتغل على اكثر من محور. صحيح في ارتفاع في الاسعار، الدوله لم تدر ظهرها لهذا الملف، ولكن برضو في ازمه مهليه عالميه، في حرب موجوده في العالم فما اثر على انتاج الحبوب والغلال، وهذه الحبوب والغلال تؤثر ايضا على انتاج الدواجن وانتاج البيض وانتاج الالبان. فهي منظومه الدوله المصريه من جانبها لم تدفن رأسها في الرمال، بالعكس هي واجهت هذا الأمر بعدد من القرارات الاقتصادية. عايزين نقول برضو حاجة مهمة وبالمثال يتضح الشرح، لغة الأرقام لا تكذب يا جماعة، لغة الأرقام لا تكذب. الدولة المصرية عام 2015 بدأت في مسيرة إصلاح الدعم الموجه للمواطنين. عايز أقول لحضراتكم ميزانية تكافل وكرامة بس كانت بتبلغ في هذا الوقت 6 مليار و300 مليون جنيه. النهاردة هذه الميزانية وسط هذه الظروف المالية اللي بتمر بها العالم كله وصلت ل 22 مليار جنيه من 2015. شوف كم ضعف. انا بتكلم بس في بند واحد اللي هو بند التكافل وكرامه. عندنا ايضا برامج اخرى للحمايه الاجتماعيه الدوله عاملاها سواء للمعاشات سواء للمواطنين. اول مره نكون نسمع يا بسنت عن ان في زياده تحصل على الاقل 1000 جنيه لكل موظف، طبعا رقم كبير وضخم جدا. شوفي بقى كان عدد كبير كمان من الموظفين الموجودين في الدوله، فشوف بقى انت هتستفيد في قطاع قد ايه. الدوله بتحاول بكل الاوجه وبكل المسارات ان هي يعني ايه اللي تقدر تعمله في الاماكن تقدر تعملها بتعملها، وبالفعل بتحقق نتيجه. مهم جدا انه السيد الرئيس في كل مناسبه بيطلع يكلم المواطن بالزبط. قرارات السيد الرئيس كانت رساله اطمئنان للشعب ان الدوله المصريه حاسه بمعاناه المواطن في ظل الازمه العالميه اللي العالم كله بيمر بيها. الزيادات اللي اعلن عنها سياده الرئيس هيكون ليها تاثير مباشر على الدخل الخاص بالمواطن المصري الفتره الجايه. على كل حال احنا في الحلقه النهارده هنحلل ده اقتصاديا وسياسيا وانعكاسه ايه على المواطن المصري من خلال طبعا ضيوفنا اللي هيكونوا منورينا النهارده في الحلقه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم. صباح الفل.